بسم الله ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأنت شاهد أن رمضان قد حل رحمة للمؤمنين ونقمة لأشباه المؤمنين. ونحن الآن في بداية الثلث الأخير، منا اللهم نسألك الرحمة والهداية لنا ولغيرنا الذين لم يهتدوا بعد. يقول مولانا: ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله. هنا أمور واضحة، يعبدون من دون الله، وعلى اللي يدعون الإسلام هم الذين يعبدون من دون الله. À côté de Dieu, auprès de Dieu, en plus de Dieu. يعني الناس وقحين، الناس أعمام الشيطان الرجيم. يعني بعد يقول لك أنا اسمي عبد الله، ولا عبد المعين، ولا عبد السلام، ولا يقول لك أنا اسمي أحمد إبراهيم، وأنا أحمد محمود، أنا مصطفى، أنا كذا. فك عليك من الأسماء، خرج من باب هذايا، باب شيطاني من أغمك به الشيطان، ولي تعطي قيمة للإسم وتنسى القدر اللي هو من حق الله، وما قدر الله حق قدر. نعود إن شاء الله.